السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة مع عادل بومرداسي. اليوم راح نوري لكم كيفاش نرقدوا الفلفل الحار. في الأول نسيو ندبروا باطا علبة اللي نقدروا ندخلوا فيها يدينا كما راكم تشوفوا. نجيبوا الفلفل الحار حوالي كيلو، والعلبة لازم تكون ترفد 4 لترات تاع ماء. احنا نسيوها مقبل، لازم ترفد 4 لترات تاع ماء. نميلوها كما راكم تشوفوا، نميلوها نبدا نحكم الفلفل تاعي ونبدا نحيلو هذوك الزياده نطارق هذوك. نحيهم بالعقل. كي نحيهم نحكم الموز ونثقب زوج ثقبات برك، واحدة من اليمين واحدة من اليسار، ونحط في الباطة ديالي. نحط هكذا كما كنت تشوفوا، ندير زوج ثقبات برك من الجهة الأفقية، وننتقبها نحطها. ولي تكون معوجة نسيي نسقمها، لازم باش يكونوا كاع كما كنت تشوفوا يجوا بالطول. نحط واحدة فوق واحدة باش يجيو كاع متساويين. ولي تكون معوجة نسيي نسقمها كيما كنت تشوفو غير بالعقل. وراح نكمل الحبة التوعية كاع بهذيك الطريقة اللي قلت لكم عليها. نتقم زوج تقابي برك ونحي لهم هذاك المطرق الفوقاني، ونكمل الطريقة تاعي حتى نكمل كاع واش كاين. الان بعد ما كملت تعمرت لي ما لقيتش وين نحط، دوكا تيك نسي نقلب الباطا تاعي بلا عقل باش يبقى هذاك الفلفل مستف كما راكم تشوفوا يجي كاع متساوي. ونكمل هذوك الحبات اللي بقاو لي نحطهم في الوسط الحب اللي قعدت لي نسدفو في الفراغات اللي قعدو. الان بعد ما كملت سدفتو كامل كما راكم تشوفوا.
نجيب كاس ملح، نفرغ كاع هذاك الكاس، ونجيب قرعة خل تاع الدلفين، نفرغ كاع هذيك القرعة، نفرغها كامل، نبدأ نخلط باش نخلط هذاك الملح مع الخل قبل ما نزيد الماء باش هذاك الملح يذوب. نزيد شوية الماء من الفوق باش هذاك الملح يحبط، ونكمل نخلط مليح حتى يذوب لي كاع هذاك الملح. نفرغ الماء حتى يوصل الفوق كامل، لازم الماء يغطي كاع الحب. نغطي العلبة تاعنا وندخلها للفريجيدار كيما راكم تشوفوا، ندخلوها للفريجيدار لمدة شهر ولا شهرين باش نولو نقدروا نحو منه. الان بعد شهرين كيما راكم تشوفوها ولي كيفاش ولنا، مازالو هو في الشكل تاعو ومازالو حي شغل شد روحو. وكي نجبدو من الباطا حبالين نجبدوها ما نعاودوش نرجعوها، خاطرش غادي تفسد لنا كاع الفلفل هذاك لو في القاعه. لين نجبدوها ما نعاودوش نرجعوها. لا تنسوا المشاركه على القناه، ومع السلامه وبارك الله فيكم.